بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الناس هدانا الله إياهم يعلق على البيت، على الأولاد، على السيارات أشياء منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كبير أدمدار الله تعالى بيزي ساقتاسن شو كبير نرسلر مثال يولر ماشنلر جاش بالدرغة كبير نرسلر يلب قويشد يضع مثلا رأس ثور مثال ويدون ميوسون يلب قويشد أو رأس أسد. رأس الأسد. دي هو صوت يعني بير أرستاندن باش نيل قيود. أو السمك الحوت. دي هو صوت بالغ قيل قيشوت. أو يضع أشياء من البحر بعض الأحجار. دي هو صوت بير دينزن أكلين جير تاشتر ده قيل قيشوت. أو بعض الأشجار. دي هو صوت جير باخت نتولرن. أو يضع مثلا كف. جوصو بير علقان علقان يلب قيشوت. أو يضع أشياء من الحيوانات مثل بعض العروق أو الأيدي أو شيء من البطن. جوصو جير جانواردن جانوارلاردن جير شو دينه ميشلرنا بولغان جير تامرن بولو جوصو شنا بير جير يشنن بولغان بير جير بولك تردو شو يلب قيشوت. أو نعل أكرمكم الله قديمة أو إطارات السيارات أو الخرق. جوصو جير شبرك ترديل شيت. جوصو إيسكي بوتكيم ديل قيشوت وشن داي. نعم. لماذا تضع هذه الأشياء؟ إمنيجا بول نرسلر ديل شت إمنيجا قوي قيشوت. نقول إذا كان يعتقد أن هي بذاتها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر. إيردا جيم دا جيم وشول نرسلر ديل جندنجين وشول نرسل أزولة. Allah'tan çeşes çok öyle özüyle bir payda veret diye turgan bolso anda bul çok şirk. Ve iza kan ya'taqid annaha sebep li daf'a al-ayn hada şirk asgar lan Allah subhanahu wa taala lam yec'alha asbab li daf'a al-ayn. Alemi kimde kim jo bul nerse jönüle sebep Allah taala uşul arkulu göz tüyüden saktayt diye turgan bolso Anda bu kiçine şirk bulut. Ankeni bunday nerseni Allah Teala sebep kılgan emes. Annabi sallallahu aleyhi ve sellem kan ledeyhe evlad ve ledeyhe devab ve ledeyhe beyt. Ma vada'a şey'an min hadil eşya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anda dili caş balları olgun. Anda dili şu canavarları, mine turgan canavarı olgun, candığı olgun. Ana üyü olgun. O şunun bağrısına tek bunday nerselerin hiçbirini daha ilgen emes. إذا لا يمكن أن نضع شيئا من هذه الأشياء على البيوت على السيارات على أولادنا مثلا. دمك بول نرسلردن هيش بير داغ نرسلني وشو يولرغو ماشنالارغا جي بالدار بالدار وسخا يلغن بولبويت رخصت بيربيت.